السلام عليكم يا شباب دائما لما تشوف فيديو تبعي شوف انه في ثغره في شحن في شيء مجاني بجيب لكم ثغرات يا اخوان اوكي في ناس ما تكمل عروض يعني هذه الثغره هي قديمه شوي بس ناس ما تعرفها في كثير بيشحن منها انا جايب لك ثغره امامك بناخذ الاي دي وامامك خطوه خطوه نروح على اي متصفح تمام اي متصفح عندك اوكي اول شيء نكتب الموقع ده توان نكتب الموقع ده www.com هذا الموقع راح اكتب لك اياه وخلي لك إياه على التعليقات اوكي ندخل نمشي على الريورد ديموند ونختار اكثر كميه كميه عجبتني 6000 6000 يا ريت وصلنا 6000 او 5000 ما في مشكله بنحط الاي دي وبنحط نوع الجهاز اللي معانا تمام ستدر شوي لازم صبر منك ولازم تبع معاي خطوة خطوة كن أكيد لو ما شحنت حقك علي تعال على الانستغرام بساعدك خطوة خطوة تمام المهم بس كمل معاي خطوه خطوه الاخر الفيديو للاخير وراح تشوف امامك وبالتوثيق بالتوثيق يعني ما في كذبه وشي أو كذا اوكي okay? نحط كونفيرمي وبعد نحط فيريفي ناو قبل ما نحط فيريفي ناو نشوف هذا شو شو يعني ده شو يعني الكلام ده تمام نحط تريكشن ثواني ما عم ما عم يعمل ما عم يعمل لا ماشي بننسخه بنروح على طول على على نبحث على المترجم اوكي ونخليه عربيه واقرا معي حتى انت تمام حتى تعرف شو المطلوب منك اوكي بنحط تواني بنحط النص اوكي صبر منكم يا اخوان بيعلق المهم كما تعلم هناك كثير من الروبوتات التي تحاول استخدام المواد الموارد الخاصة بنا لذلك نتأكد أن المولد مجاني خاص بنا سيتم استخدامه فقط اللاعبين نحتاج إلى إلى إكمال مهمة سريعة أو تسجيل رقم أو تسجيل تطبيقات جوال جميع التطبيقات آمنة ويجب تشغيله لمدة 30 ثانية يعني راح يطلبوا منا عروض أنا نحط رقم ويوصلنا كود أو كذا حتى يتأكدوا أن مش روبوتات أوكي أنا لاعبين وتبع هذه اللعبة فاهم كيف كما عم تشوف عم يقول لي أكمل عرضين من هذا العروض تحصل على هديتك تمام أنا راح أكمل عرضين أوكي راح أكمل عرضين أمامكم تمام بس بخلي المعلومات دباب بس عادي يعني المعلومات سهل سهل العروض دي يطلب منك رقمي يطلب منك شيء كمل انت كل العروض مش عاديين كمل انت كل العروض حتى تضمن نفسك تمام انا كملت هسه العرض الاول بروح على العرض الثاني يعني سهله مره سهله مره ما تشيلوا هم وان شاء الله خير يا اخوان تمام تمام بس بكمل العروض يلا خلاص كذا كذا كملت عرضين انا تمام انت كملهم كلهم اوكي انا في مره بكملهم كلهم حتى يصلني هسا بروح على اللعبه على طول امامك بروح على اللعبه على طول وانت عم تشوف اوكي تمام اه كده وصلت الجواهر كما عم تشوف كده وصلت الجواهر يا غوار اوكي يعني الطريقه شغاله مليون بالميه واليوم يقول جواهر فيك انا امامك انا امامك راح احرق الحدث وحتى انت ما تفوت عليك الفرصه راح نحرق الحدث امامك يلا التلجة الاولى نعمل سبين تاني يلا التاجة الثانية يلا نعمل سبين اخر يلا يا اخوان يلا يلا يا قرينا يلا جبنا لكم تغري يا اخوان كيف تشحن مجانا والله لازم تستغلوها والله والله لازم تستغلوها يا اخوان لو ما ضبطت معاك عيد من الاول وركز من الاول وحط رقم اخر او المهم كن اكيد ان معاك مية معاك 100% اوكي بالتوفيق يا اخوان وانا دائما بجيب لكم تغرات ما تنسوا اللايك سبسكرايب وتعليق حلو مثلك بالتوفيق اخوان